نقدم لكم تراسل، النظام الأحدث تنظيم المستندات المطور من قبل الجي بي ام. هل تتمنى أن تتخلص من مشكلات تنظيم الملفات والمستندات؟ هل تعاني من أخطاء ومشاكل الأنظمة اليدوية؟ هذه الأخطاء تؤدي إلى التأخير وزيادة الوقت الضائع، وكذلك أحجام إضافية من المحتوى الغير مصنف. لذا يجب أن يوجد طرق أفضل لتنظيم وإدارة المستندات. فنظامك الداخلي لتنظيم المستندات يحتاج إلى تطوير شامل. إذن سيسرك العلم بأن شركة الحاسبات الآلية قد طورت نظاماً آلياً للأرشفة وتنظيم المستندات. مرحباً بكم في تراسل. تراسل هو نظام مركزي للأرشفة وإدارة المستندات بشكل آلي وإلكتروني. فالنظام يتابع ويدقق المراسلات اليومية باستخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا التي تخفض التكلفة وتوفر بيئة عمل بلا أوراق. فالتطبيق يمتلك وحدة للوارد، ووحدة للصادر، ووحدة للمذكرات الداخلية والتعميمات، وخاصية الأرشفة، وإنشاء التقارير ومتابعة المستندات، بالإضافة إلى تطبيق للهواتف الذكية خاص بالنظام. لذا فلتسمح لجي بي ام أن تقدم لك وسيلة آلية تجعل من عملية إدارة المستندات عملية سهلة وبسيطة.